السلام عليكم، مرحبا على قناتي اما كويزي. كنتمنى تكونوا مزيانين وبصحه جيده. اليوم غادي نحضر معكم كيك يومي كيجي رائع، لا في الشكل ولا في المذاق. نخليكم مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه. نبداو بسم الله على بركه الله. في اناء غادي نضيف 4 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، وغادي نضيف معاهم كاس ونص ديال السكر، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى كيدوب لنا السكر مع البيضات. ودابا غادي نبدا نضيف كاس ونص ديال الزيت مع التحريك المستمر كيف ما كتشوفوا. وكنستمر في التحريك مزيان. ودابا غادي نضيف نص كاس ديال الماء دافي، كنضيفو شويه بشويه مع التحريك المستمر. تقدروا تخدموا بالخلاط الكهربائي اذا بغيتوا، ويجيكم الطريقه سهله. دابا غادي نضيف ياغورت بنكهة ديال الفاني، وتقدروا تضيفوا اي اضافة اذا بغيتوا قشور ديال الحامض او فاني، كيبقى لكم الاختيار واللي متوفر عندكم. ودابا غادي نخلط مزيان. ودابا غادي نضيفو الدقيق، عندي هنا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق بالعبار ديال كاس العنبه، والدقيق حسب الخليط. دابا غادي نضيف كيس ديال خميره الحلويات ما يعادل 20 غرام، وغادي نخلط مزيان الخليط ديالي حتى ما كيبقاوش كويرات ديال الدقيق، والدقيق هنا اللي يكون مغربل. ودابا غادي نضيف الكميه اللي بقات لي ديال الدقيق، وكما قلت لكم الدقيق كيبقى حسب النوعيه وحسب الخليط، وغادي نخلط مزيان. حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا كما كتشوفوا. وهنايا عندي جوج ديال الاناء اللي غادي نقسم الخليط ديالي على نصفين كما كتشوفوا. وهنا الخليط الثاني غادي نضيف له جوج شاسيات ديال الكاكاو مر، وغادي نخلط مزيان. وهذا هو المول اللي غادي نطيب فيه الكيكه ديالي. دهنته بالزبده مزيان، وعملت النصف بالزنجلان والنصف بالنوائفيلي. وتقدروا تضيفوا اي نوع من المكسرات متوفر عندكم. ودابا غادي نخوي الخليط ديالي في المول، غادي نخويه دقه واحده باش كتجي الكيكه ديالي مقسومه على نصفين وما كيتخلطش الخليط الاول مع الخليط الثاني بهذه الطريقه كما كتشوفوا. هانتوما كما كتشوفوا كتجي كيكه مزيونه ومستويه وما كيتخلطش الخليط الابيض مع الخليط اللي بالشوكولات. وبالنسبه للتزيين انا هنا اختاريت الشوكولات فيرميسيل، غادي نزوق به الخليط اللي بالابيض. التزيين كيبقى حسب الاختيار، تقدروا تخليوها غير هيدا عاديه، كيبقى حسب الاختيار ديالكم على الذوق ديالكم وباللي متوفر عندكم. والخليط اللي بالشوكولات غادي نعملو نوائي فيلي من الفوق، وتقدروا تضيفوا اي نوع من المكسرات متوفر عندكم، ماشي بالضروري يكون شوكولات فيرميسيل او نوائي فيلي. بهذه الطريقه كما كتشوفوا، وغادي ندخلها للفرن حتى تطيب من التحت ونطلعوها الفوق باش كطيب من الفوق.
وحتى لهنا الفيديو ديال اليوم تاعنا وهذه الكيكه اللي حضرت معكم وتابعتوا معايا، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، فعلا كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. واذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتبارطاجوا الفيديو مع العائله والاصدقاء باش تكبر القناه ديالنا. واذا كنتوا اول مره غادي تشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، اشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي في اسفل الفيديو وتفعلوا زر الاشعارات باش تصلوا دائما بجديد الوصفات. وبسلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده إن شاء الله.